بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أي كما طلب أهل العجم زي التوراة والمتان، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته عشان نفهمها يبقوا العرب التانيين. أعجمي وعربي يعني نجيب كلام أعجمي على لسان عربي، ما يمكن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي صمم، ما بيسمعوش، ما هو جعلوا أصابع حتى هم في أذانهم وقد هم جابوا كمان أصابعهم وحطها في ودنهم كمان، وهو عليهم عمى، استغشوا ثيابهم مش عايزين يشوفوك. أولئك ينادون من مكان بعيد، كأن النداء الذي ناداهم الخلق هم بعداء عنهم ما وصلش لأذانهم. ليه؟ لأن في أذانهم وقر وهم حطوا أصابعهم بإيه؟ في ودنهم. ولقد آتينا موسى الكتاب، ما هو من ضمن ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، يوم يجيب موسى اللي قوموا تعبوه. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، برضو قعدوا يكتمهم وقعدوا ينسهم وقعدوا يحرفهم ومش كده، وجابوا حاجة من عندهم وقالوا ده من الكتاب. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله. ولولا كلمة سبقت من ربك، إن خلاص عذاب الاستئصال للكافرين انتهى، كان قديم، إنما دلوقتي مؤخر إلى يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في الدنيا، ونتحر كما بحرنا عاد وثمود وقوم نوح وعملنا فيهم اللي عملنا، وإنهم لفي شك منه مريب. شك، الشك ده إيه؟ النسب التي تعتري الأحداث ست نسب، ففيه قضية تنقال وصاحبها مؤمن بها وهي واقعة وعليها دليلها، يبقى قضية تقال وصاحبها مقتنع بها وهي حق وهي عليها دليل. وقد تكون القضية واقعة ولكنها مش مطابقة للحق وصاحبها مقتنع بها قوي، لم يقمش عليها دليل، فتبقى من الأولى العلم. العلم، العلم قضية واقعة وصاحبها موقن بها ويقيم عليها دليل. طب إن كانت واقعة وصاحبها مقتنع بها ما يقدرش يقيم الدليل، يبقى يقلد، اسمها مقلد. يبقى متى يكون الشيء علما؟ قضية واقعة وصاحبها مقتنع بها ويقيم عليها الدليل. الذي قال الله أحد يبالغ رشد وفاهم، يبقى دي قضية واقعة وصاحبها مقتنع به وعليها دليل، يبقى ده العلم. فإن كان مقتنع بها وصاحبها ما يقدرش يجيب عليها دليل يبقى بيقلد. العيل الصغير لما نسمعنا باللقين يقول الله أحد الله أحد، هو واثق بأبوه بيحبلوش إلا الخير، تبقى هي قضية واقعة ومقتنع به، إنما ما يقدرش يقيم عليها الدليل لأنه لسه طفل، يبقى لسه تقليد، يبقى لسه تقليد. طب فإن كانت القضية مقتنع بها وهي غير واقعة يبقى ده جهل، بقى يبقى جبنا علم وجهل وتقليد.
الجاهل غير الأم. الأم ما عندوش قضية خالص، فلما تقول له عليها خلاص ما عندوش جدل، إنما الجاهل جاي بقضية كذب. فأنت لك عملين وياه، العمل الأول أن تخرج الكذب وتدخل اليقين. ولذلك الجهلاء هم اللي متعبين، إنما الأميين مش متعبين. الأم ما عندوش قضية، فأنت لما تقولها له خلاص، إنما دوك عنده قضية مخالفة، عنده قضية مخالفة. ده إذا كانت القضية واقعة، وإذا كانت غير واقعة مش واقعة، نقول له حاجتين اثنين، يا الشك فيها مساوي لليقين يبقى ده اللي اسمه الشك. طب وإن كان الثبوت أرجح يبقى ده الظن، الظن يبقى من رجح. طب وإن كانت مرجوحة يبقى الوهم. يبقى نمسك بقى، فيه علم وفيه جهل وفيه تقليد وفيه شك وفيه ظن وفيه ايه وفيه وهم. خلاص ادي واحده، اللي فرب فيه شك الكفتين قد بعض، واللي غالب الظن انه واقع يبقى دي راجعه، والوهم ده كلام انت جايبه من عندك. نقرا بقى، وانهم لفي شك منه مريب، يعني ما وصلش الى درجه العلم ولا درجة التقليد ولا درجة الجهل، دي كده ودي كده كفتين يعني. من عمل صالحا فلنفسه. ربنا بده يوضع قضية حاسمة حتى لا يعتقد عباده أن الله في حاجة إلى إيمانهم، لأن إيمان الناس كلهم لو آمنوا بالله مش هيزيدوا في صفات الكمال منه شيء، لأنه بصفات الكمال خلق ووجه مستوفي ولا مش عايزكم. يبقى لما يعمل صالح لمين؟ لصالح مين؟ لنفسه. يبقى دي صنعة الله، هو يحب الحق سبحانه وتعالى إن صنعته تبقى كويسة، إنما علشان دي تهمه ما تهموش. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم برضو إلى آخره فجروا كلهم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وذلك أن جواد ماجد أعطائي كلام السكون فيكون، مش بعالج مش بضرب، لا اعطائي كلام. ساعة ما اقول له انضرب ما اضربش، انا يجي له قوة تانية تضربه كده. اعطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن فيكون. يبقى انا ما يهمنيش تامنوا تكفروا، دي مصلحتكم. يبقى من عمل صالحا فليس لي ولكن لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الله على نفسه. طب الإنسان معقول يبقى على عدوه؟ يبقى إنما على نفسه. قال لك يقول لك أنت تعبتها يا عيني، ظلوم وجهول، وحتتعب نفسك تفوتها خير دنياها بالطاعة وتفوتها جزاء أخراها في الجنة، يبقى أنت اللي ظلمت نفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربنا حين ينزل بالعقوبة ويشدد فيها ويعمل كل حاجة ليس من حظه أن تقع العقوبة، ولكن من حظه لما يعمل فيها كده إنك أنت تخاف ولا تعملهاش. يبقى إذن التجريم مش معناها أنني أحب أن أعاقب، ده أنا بجرم الحكاية وبعفظها عشان ما تعملهاش. لما بده يحمي دماء الناس قال إيه؟ قال ومن يحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، واللي حيقتل هنقتله. قال لا، ما دام اللي حيقتل هنقتله يبقى نشوف اللي عايز يقتل ده. نقول ما دام حيقتل ينقتل يبقى حافظ على حياتي أنا. يبقى قبل ما بتحافظ على حياة اللي أنت عايز تقتله تبقى بتحافظ على حياتك. يبقى إذا إذا عظم الجرم والعقوبة فليس من حظه أن يقع.
وانما ساعه ما تقول للولد واللي يسقط بقى يترفض ويبقى انا مش عارف ايه، انا مش حظ انه يحصل ده، انا حظ ان انا خوف عشان. ولذلك تجد القران في دقه الباس يقول ايه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به. يبقى انا مش عايزها تقع، انا مش عايز المعركه تقع، انا عايز لما يعرفوا ان انا عندي يعني مستعد كده ارهبهم يوم ما يحصلش. ولذلك تجد سلام الدنيا اذا وجد في الدنيا قوتين عظميين، لما تبقى قوه واحده تبقى شرسه، انما قوتين يخافوا من رد. لما كانت روسيا مثلا وامريكا تقوم تلاقي الحروب البارده والسخنه، ليه؟ لان دي تخاف تعمل عمل يرد عليها. يبقى الحظ في اعداد الخيل والرمي والبتاع، انا مش عايز احارب، ده انا عايز لما يعرفوا انني مستعد يقوموا ما يحاربوش. يبقى انا اريد السلام حتى في حاله الغيظ من الكافرين، اريد سلام الارض. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، على نفسك مش على حد تاني. وما ربك بظلام للعبيد، كلمة ظلام دي مبالغة في ظالم. لما نقول مثلا ظلم يظلم فهو ظالم، إنما كلمة ظلام يعني مبالغ في الظلم. فنفى أن يكون ظلاما، نفي المبالغة لا ينفي الأصل. لما تقول رب ما ربك بظلام يبقى ما تنفيش الظلم، انما ظالم بس يا سيدي، بيظلم بس. اذا ساعة نفي المبالاة تقتضي ان الوصف الاقل موجود. ما ربك بظلام، نقول صحيح هو مش ظلام قوي انما هو ظالم. زي ما تقول فلان علام، خلاص اللي مقابله ايه في علام؟ تيجي تقول فلان علام يبقى من باب اولى عالم، انما ساعة ما تنفيه فلان ليس بعلامة يمكن عالم بس. طب هات هنا النفي بقى، وما ربك بظلام، نفى ان يكون ظلاما، نفي صيغة المبالغة ما تقتضيش ان الاصل موجود يبقى ظالم. مفهوم الكلام؟ نقول له لا انت ما خدتش بالك، هو ربنا قال وما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد؟ لانه لما يحب يظلم العبيد كلهم ده لازم تبقى عنده قوه ايه عشان يظلم الكل ده 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 ده. يبقى تكرر الفعل هو ده اللي فيه المبالغه، لانه قال للعبيد مش للعبد. طيب لما يحب واحد يظلم مش هيظلم على قدر قوته؟ طب ربنا يحب يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ ده انت ما تستعملش قوته. الله، يبقى وما ربك بظلام نفى عن نفسه المبالغة في الظلم، ولكن ليس معنى هذا أن يثبت له أصل الظلم. ليه؟ لأن الله قال وما ربك بظلام للعبيد، وما دام يتكرر الفعل كتير كده يبقى عايز مين؟ عايز ظالم أوي أوي يظلم الناس كلها، أو أنه إذا أراد أن يظلم فكل ظالم يستعد بقوته وقوته لا تعان، يبقى لازم يبقى إيه؟ يبقى ظلم. الحق سبحانه وتعالى حين ينفي عن نفسه هذه يقول أنا بعدل بينكم وبحكم بينكم وبين نفسكم، لأن اللي عمل صالح بيعمله لنفسه واللي بيسيء عليه، فأنا حكم إيه؟ مش بيني وبينكم، هو أنتم خصوم ليه؟ لا، ده أنا بحكم لنفسكم عليكم. نعم. إليه يرد علم الساعة. الله، الساعة اللي هي الخيامة اللي بنقول عليها، وعلمها عند ربنا لا يجليها لوقتها إلا هو، ما يديش علمها لحد. إليه يرد علم الساعة. ولذلك ساعة ما يقول وما أدراك،
لعل الساعة تكون قريبة. يقول ما أدراك. في حتة تانية يقول وما يدريك. ما أدراك دليل على أنها مش ممكن، إنما ما يدريك يمكن نخليك تعرف، بس أنت ما عرفتهاش الآن نعرفك حاجة تانية. وما يدريك لعله يزكى، يعني ممكن أنه يدريك أنه الزكى. إنما ساعة تقول ما أدراك ما نفى الإدراك من أمره. يبقى إذن هذا مما استأثر الله بعلمه، واستئثار الله بعلمه يكاد يجليها لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ليه؟ لأنه لو حدد لها معاد يمكن اللي عايش يقول لك نهيص شوية وقبل ما تقوم الساعة. طب انت تضمن انك انت يعني تعيشي؟ ولذلك في الموقوتات العبادية اللي لها زمن، مثلا احنا عارفين ان الظهر وقته من امتى لامتى؟ من استواء الشمس العمودية يعني لحد ظل المثلين. اللي يصلي في اي واحدة حتة من الوقت ده ماشي، بس من يضمن لنا انك انت تعيش الى اخر الوقت؟ يمكن تتاخد بعد 10 دقيقة واحدة من الوقت تبقى أسمت في آخر لحظة. ولذلك النبي قال أفضل الصلاة لوقتها. صحيح إن عشت لحد ما يجي وقتها وتصليه قبلها خلاص انتهى، إنما من يضمن لك أنك تعيش؟ واحد موسر ولا يحجش، لما ما دام موسر يبقى واجب علينا أنه مستطيع. وقعد معه في مفزعه، قال له يا أخي إن عشت إلى أن تحج فقد سقط اسمك، إنما أتضمن أن تعيش إلى أن تحج؟ يبقى لازم بقى أمور الآخرة تتعجلها. ما دمت مستطيع ها الحد الوقت، ما تقدرش تحكم بأنك هتفضل عايش. ما دام مش هتقدر تحكم بأنك عايش تبقى تقسمه في آخر لحظة من لحظات إيه؟ من لحظات حياتك. ولذلك ممكن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي ان عشت لتمام وقتها وبعدين اديتها قبل العصر بشويه ماشي، انما انت ما تقدرش ايه تضمن الحكايه دي. فابهم الله ساعه لحظه قيام الساعه، وابهم ايضا لحظه الموت، يعني ما نعرفش الموت امتى، بس بيقول لك الموت مساله واقعه. الموت سهم أرسل إليك، أرسل بالفعل انطلق، وعمرك بقدر سفره إليك. هيجي لك إمتى ده موضوع، إنما ما نعرفهاش. طب وأنا ما دام ما أضمنهاش، أم قال لك إبهام وقته هو إشاعة بيانه، لأن ما دام أبهم الوقت يبقى هتنتظره في أي لحظة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في سورة تبارك الذي بيده الملك يقول إيه؟ خلق الموت. هو خلق الموت الأول ولا الحياة؟ ده خلق الحياة الأول وبعدين الموت. قال لك لا، لأنني لو قلت الحياة هتاخدها بغرور إيه؟ لا تستقبل الحياة إلا ومعها ما ينقضها. قبل إيه؟ حياة لازم تقول موت الأول علشان تعمل إيه؟ تنتظره في أي وقت. يبقى كان الإبهام هو عين الإيه؟ هو عين البيان. إليه يرد علم الساعة. ولكن من حنان الله على خلقه يقول بس أنا أعمل لها علامات صغرى وعلامات كبرى برضو عشان أخوف الناس شوية. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى، ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائهم. علم الساعة عنده. وما تخرج من ثمرات من أكمامها. الكم هي القشرة الخضراء بتلف في الثمرة وبعدين تتفنق شوية كده تقوم. لما تجيب وردة يقول لك وردة لسه مغمضة، يقولوا تلتفت، دي اسمه الكم بقى. وبعدين تسيبها للصبح تلاقيها اتشقت شوية كده وبانت، وتقعد تشق لحد الوردة ما تخرج بره. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى،
ولا تضع إلا بعلمها. الله، يعني كل شيء في الوجود المخفي عن الناس هو يعلمه. ليه؟ لأنه هو اللي خلقه. ألا يعلمه من خلق؟ ألا يعلمه من خلق؟ لا، لازم يعلمه. ولا تضع إلا بعلمه ما تحمل من أنثى. أم قال لك الحمل معناها أن بويضة أنوثة تستقبل لقاح الذكورة. أم قال لك دي مسألة هبة من الله في آية إيه؟ هناك يقول إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله، طب ويجعل من يشاء عقيما دي هبة؟ قال لك آه. ليه؟ أم قال لك الناس ما بتفسرش العقم إلا أنه حرمان من الولد كده وبتاع. العقم هبة أيضا، وبعد ذلك يرينا أن العقم هبة. بنشوف ناس يخلفوا عيال يجيبوا لهم العار ويتمنوا منهم كانوا خفوا قبل ما يجيبوا العار، وبعد ذلك ولد يقتل أمه ولد يقتل أبوه ولد يقتل أمه. الله، يبقى إذن بيقول العقم هبة أيضا كهبة اليمن، ويقدم الأنثى يهب لما شاء، لأن دي كده المكروهة عند العرب، لأن الأنثى لا بتسش ولا بتنش ولا بتدخل الحرب ولا بتكتر الجيش ولا بتعمل أي حاجة وإيده. ولذلك الذي يقبل الأنثى ويربيها احتراما لقدر الله في إنجاب الأنثى، ربنا كده يبعت له هاتف يقول له عبدي ما رددت نعمة الدنيا عليك، إن أنا ما جبتلكش ذكور، لأن الذكور هم اللي هيعفوا إياك ويساعدوك، فتقبلتها هبة مني وعزتي وجلالي، لآتين لكل بنت من الأناس دول بزوج يحقق لك آمالك فيها ويكون أبر لك من أبنائك. فاللي يستقبل بنت كده برضا الله ما يعملش بقى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو إيه؟ وهو كظيم. وبعد ذلك يقول الإنجاب من ذكر لأنثى مخصوصين موقوت، مانيش عايز منهم الاثنين دول، وناس ما كانوش بيخلفوا الاثنين، وبعدين هي اتطلقوا اتجوزت واحد فخلفت وهو اتجوز واحدة فخلف، يبقى اللي منعه ممنوع عقيم من مين؟ مش عايز من دول إنما نديله. وبعد ذلك يعطي بلا هذا. ولذلك تجد الخلق الأول دائر في الصفات العقليات الأربعة. احنا بنعرف إن النسل بيجي رتابة أو جمهوريا من زوج وزوجة. قال لا دي مش ميكانيكا، يعني مش تيجي الزوج والزوجة ولا مش عايز أجعله من يشاء عقيمة، وما فيش زوج وزوجة واجيب. طب ما أنا جبت لكم آدم لا زوج ولا زوج، وجبت لكم حواء ما فيش زوج، وجبت عيسى الله ما فيش الله، يبقى طلاقة قدرة. إنما دي أسباب رتيبة لجمهرة الخلق، إنما علشان طلاقة قدرة هجيب من لا أب ولا أم، واجيب من أم ولا أب، واجيب من أب ولا أم، واجيب من اب وام ولا اجيبش من اب وام، يبقى اسمها ايه بقى؟ دي طلاقه القدره. طلاقه القدره، نعم. ويوم يناديهم في يوم القيامه بقى اين شركائي، بقى هو بيقول اين شركائي، ده انت بتقول لي ليك شركاء، ده على كما زعمت، مش هم قالوا فيه لله شريك، مش اين هو اللي بيقوله اين شركائي، وهو كان عارف ان له شركاء، ما عارف ان ملوش شركاء، انما ده تقريع له الشركاء اللي زعمتموهم اينما كنتم ايه تزعمون. قالوا اذناك، اذناك يعني معناها اعلمناك، الاذن مش الاعلام، ومعنى آذناك يعني وصلنا الكلام لودنك، يبقى أول مراحل العلم الإيه؟ الأذن، نسمع الأول وبعدين يبقى عندنا علم.
ولذلك هناك في السورة يقول وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني بس سمعت كلامه هتعمل اللي هو عايزه. آذناك أي أعلمناك ما منا من شهيد، لا يوجد أحد منا يشهد بأن لك شركاء. هم بيقولوا الكلام ده دلوقتي مع أنه هو بيقول أين شركائي؟ ما نفش الشركاء عشان يخليهم هم اللي ينفوه. ما منا من شهيد أين أن لك شريك، ما حدش يقول الكلمة دي أبدا. طب فين اللي كنتوا بتقولوا عليهم؟ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ضلوا يعني مش لاقينهم، مش موجودين. وظنوا ما لهم من محيص، قالوا المسألة انتهت وما فيش مهرب ولا مفر بقى من كلمة محيص يعني مهرب، بس مش مهرب واضح كده الواحد يهرب يروح الحتة دي، لا يتلاخم ويبص كده وكده عشان يدور له على ايه؟ على مهرب. ولذلك احنا نقول حتى في عرفنا نقول ده فلان حايص. حايص يعني ايه؟ حائر، مش عارف يعمل ايه، يروح هنا يروح هنا، مش لاقي مهرب، عايز مهرب. انما لو كان في مهرب كده سردبه هيروح يروحوا، انما اقول محيص يعني حايص، مش عارف يروح فين ولا يجي منين وبتاع. شوف بقى الانسان لا يسأم الانسان من دعاء الخير، لا يمل من دعاء الخير، يبقى عنده يقول يا رب ارزقني شقه كده اسكن فيه. طيب كده وبعدين يجي الشقه يقول يعني حته فيله كده وباخد فيله، يقول والله عايزين عماره تصرف على الفيله كده. قالك عمال طماع، مش مثلا بياخد الامور على قدريه. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، ما يملش من الدعاء، عايز الخير. سيدنا داود يجي حكاية عنه، شوف ربنا أعطاه إيه وأعطاه إيه وأعطاه إيه وأعطاه إيه. وبعدين جلس على سطح البيت يوما فوجد سربا من جراد من ذهب، جراد ذهب كده، هو قاعد كده راح تاني توبه وقاعد يكبش من الجراد ويحطه في حجره. فتجلى الله عليه قال يا داود ألم أغنك؟ يقول يبصل ولكن لا غنى لي عن فضلك. فإذا كان هذا داود يبقى المؤمن العادي يعمل إيه؟ واللي مش مؤمن خالص يعمل إيه اللي هو المقصود؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الإنسان اللي هو الكافر من دعاء الخير. بدليل إيه؟ ليه اسمعنا الكافر كده؟ لأنه بيقول ولئن وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يبقى لازم يبقى كافر. يبقى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الكافر، لأن المؤمن أراد له الحق سبحانه وتعالى قناعة وقال من رضي بقدري أعطيته على قدري. ومقومات حياة الإنسان الرسول حددها، قال لك لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت ما تشبعش، وإن كنت ولا بد مفجوع وحتاكل اقسمها بالحق، تلت الطعام وتلت للشراب وتلت للنفس. كانوا زمان يقولوا لنا نفس إيه والنفس ما ده، النفس ده في الرئة والأكل في المعدة. وبعدين تبين أن أطباء كتير كانوا يشخصون أمراضا متعلقة بالقلب والنفس، ولا القلب والنفس ملوش دخل، هو شحن المعدة فعلت فضغطت على الحجاب الحاجز، لما ضغطت على الحجاب الحاجز ضيقت مسافة الرئة وأرهقت القلب، يبقى بيعالج غلط. ولذلك النبي قال إن كان ولا بد يبقى تلت الكذا وتلت الكذا وتلت الايه تلت الكذا، صححت المعلومة. وعلشان الإنسان ما يكونش نهم يقول لك اوعى تاكل الا اذا جوعت، ان كنت لا تاكل الا حين تجوع مش هتتبغدد على اي طعام. لو جابوا لك عيش وملح يبقى حلو،
ولا عيش وجبنة يبقى جميل. ادخل كده مرة في البيت وهم لسه ما خلصوش أكل وانت جعان، تقوم تروح المطبخ تلاقي الأكل لسه ما استواش، تقوم تلاقي لقم هنا في البتاع دي، وتلاقي عود جرجير، وتلاقي حتة صلصة، تلاقي حتة مش عارف، يقعد ايه يقشقش وبعدين يروح بعد ساعة يقولوا له ايه اتفضل الأكل. الله. يبقى إذن إذا كنت لا تأكل إلا أن تجوع يبقى عملت إيه؟ رددت النهم والشراحة وما كلفت نفسك شيئا، لأنك لما تجرب وتأكل وتجوع كده تبقى إيه؟ تجيب أي أكل يكفيك. إنما إحنا لما ندخل بقى شوف جربوا نفسكم كده لما تجهزوا إفطار رمضان، يدخل السوق ما هو جعان، هو عايز يشبع، هو يشبع من ايه؟ من حاجه واحده، يلاقي سمك ويلاقي لحمه ويلاقي مش عارف ايه ويلاقي بطيخ ويلاقي مش عارف، بيعمل لكل واحده من دول ما يشبع، وبعدين لما يجي ياكل حاجه واحده ويسيب الباقي. ولذلك العربي ناصح قال نعم الادام الجوع، نعم الادام الصح ايه؟ الجوع. ما دام جعان طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء، اللي تعبان من الشغل يبقى ينام على الحصى كده وتلتفت ايه ومبسوط، واللي مش نايم كده على يتقلب ويعمل ايه عايز بايظ كده. يبقى اذا الاسلام خدم اقتصاديات الشعوب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. فالازمه الاقتصاديه اللي تعمل الناس خلوهم ياكلوا لما يجوعهم، يبقى لو لقى شوية فول ولا عيش يا سلام، دي أحسن حاجة أحسن نعمة، ويقنع ولم تبدتش عينه إلى أي شيء إلى شيء آخر. لكن بقى الشره عايز كل حاجة له. ولذلك الإنسان يقول لك اللي بيطلب الشيء في غير ملكيته زي اللي بيشرب مية مالحة، كلما شرب ازداد عطشا. فلا يسأم الإنسان أي لا يمل من دعاء الخير وإن مسه الشر. مش معنى دخل ده مس بس كده، فيؤوس قنوط. يؤوس يعني إيه؟ يعني آيس من إن ما. اليأس صفة الوجدان والقنوط صفة الأبدان. قنوط تلاقيه بقى مكشر ووشه عليه غبرة كده، مش وش سامح كده رايق مش عارف ايه بتعمل. وان مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مست، ينكر ان دي من الله، لا يقولن هذا لي، ده انا اصل شاطر، انا بهلول، انا بجيب ما هو قارون قال كده، اوتيته على علم ايه؟ قال اوتيته على علم عندي. فرد الله عليه الرد، قال له ما دام انت اوتيته على علم عندك حافظ عليه بقى بعلم عندك. فخسفنا به وبداره الارض. كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. نعم. ليقولن هذا لي ده بتاعي، وما اظن الساعه قائمه، او كلام من قال. وعلى فرض انها رجعت الى ربي زي ما اداني هنا في الدنيا وكده كويس كده، يديني برضه هناك لا. ان لي عنده للحسنى، الاحسن من كده. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. اذن تنبيه المسيء باساءته اول مداخل العذاب. قبل ما تعذبه له انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، تنبيئك له بما فعله دي مقدمة العذاب. ليه؟ لأنه عارف ما فيش رجعة عشان يصلح. انتهت. وحتى رجعون أعمل صالحا لعلي أعمل صالحا، كلا إنها كلمة هو قائلها. برضو لو رجعناهم هيرجعوا زي إيه؟ زي ما هم. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، والتبيين للكافر بسوء ما عمل أول مدخل من مداخل العذاب. وبعدين لنذيقنهم من عذاب غليظ.
لنذيقنهم من عذاب. العذاب بيوصف بأوصاف كتيرة قوي، عذاب أليم، عذاب مهيم، عذاب مقيم، عذاب غليظ، كل دي كل واحدة واخدة ناحية من النواحي، لأن في عذاب يعذبني لما مهينش ولا أسأل، يبقى عذاب مهين يهين كرامتك إن كنت يعني هتتكلم وتستحمل العذاب نزلك كده ونجم. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. كلمة أعرض يعني عن المنعم، ما هو خد حاجته، خد حاجته منه، ودي موجودة حتى في البشر. واحد تسأله في قضية من القضايا يلزق لك صابح ومسي ويتكلم وتمجيد بقى وشغلانة، وبعدين تنقضي يمكن ينسى يقول لك كتر خيرك، ويمكن الحقد يملاك ويقول ياخد اشمعنى كده دخل الديوان واحترموه وعملوا له العمليه دي بالكلب دي. ولذلك الشاعر قال يسير ذو الحاجات خلفك خضعا فان ادركوها خلفوك وهرولوا، وافضلهم من ان ذكرت بسيء توقف لا ينفي ولا يتقول، مش يرد اسمع. فلا تدع المعروف مهما تنكروا فإن ثواب الله أربى وأزلوا. والذين يجحدون يدك عليهم هم أربح الناس لك، لأن ما دام أنكر الجميل بتاعك يبقى اللي يتولى رد ربك، لأنه إن تولى رده على قده، وما دام هيأديه على قد يبقى ما يكافئش، انما اللي بيعملها من رب. ولذلك الرسل ربنا بيعلمهم النصاحه، يقول لهم يا قوم لا اسالكم عليه اجرا. اولا كانه لما بيقول لا اسالكم عليه اجرا كانه بيقول ان العمل اللي انا قدمته ده لكم كان يجب تدوني اجر عليه، ده انا وديتكم حاجه حلوه، انما برضه مش هاخد اجر منكم، لان عملي لا يقدره الا من عملت له وهو الله، انما انت مش حاضر بقى تديني. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى اي بعد بجانبه. الجانب هو ما تحت اليد حين تمتد كده، ده الجانب وده الامام وده الخلف وده الجانب وده الجانب. اعرض ونأى بجانبه، اعرض بوجهه ونأى بجانبه، ثم استدار بظهره، يعني يعملها مراحل. واحد يجي لك كده تقعد عنه بوشك، وبعدين تديله جنب، وبعدين تتضير وتديله ظهرك. ولذلك تجد الجزاء في الآخرة على مقتضى هذه الحركة النفسية اللي مش بتدبير العقل يعني كده. واحد يجي الفقير يده عايز منك فلوس، تقوم أولا تشيحه بوجهك عنه خلاص، وبعدين تديله جنبك، وبعدين تديله ظهرك، يوم ربنا يقول انت عملت هكذا. طب وايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. هات بقى كده فتكوى بها ايه؟ ادي اللي اعرض بيه، وبعدين وجنوبهم ادي الجنب، وظهورهم يعني على مقدار ما تأبيت على العطاء هتاخد الجزاء. وكأنك لما تكنس كتير هيجي الحريق كبير قوي، ان عملت 10 جنيه بس هيكو حتة، انما كل ما تكبر يقولك وفر يا اخويا. وما يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم لانهم اعرضوا، وجنوبهم لانهم ادوا جنب، وظهورهم لانه ادالوا ظهره مش. واذا مسه الشر فذو دعاء عريض، دعاء بقى ما يهمتش، انما في النعمه نعم. كلمه فذو دعاء عريض، العرض هو اقصر البعد في المساحه الطوليه، يبقى الشيء له طول وله ايه؟ عرض. لما يجي ماشي طويل جاب الضلع الاقل ودى المسألة الكبر، إذا كان عرضه يبقى الطول هيجرى له إيه؟ يبقى أكثر.
زي ما ربنا يقول ايه عرضها السماوات والارض. فبالعرض ده البعد الاقل، اذا كان اوسع ما نراه السماء والارض، وهذا بس العرض، امال يبقى الطول ايه؟ نعم. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد. احكموا انتم في الحكايه دي، ان كان من عند الله ما يسعفكم ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق. ده عمل شقاق بين المنعم وبين النعمه. طب ده كان النعمه دي بتتوصل بالحمد والشكر والسرور، انت عملتم بين النعمه والمنعم شقاق، خدتوا النعمه وتركتوا الايه؟ وتركتوا الايه؟ المنعم. ولكن مع هذا الحق سبحانه وتعالى يعارض هذه المساله عرض رحيم كريم، فقال نعمي عليكم كثيره وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. شوف الاسلوب. طب دابون وان تعدوا نعمه الله، ده نعمه دي مفرد، وهل المفرد يعد؟ ده لا يعد الا الكثير. قال لك انت تنظر اليها انها نعمه واحده، انما في طيها لما تحللها بقى تلاقيها نعم لا تنحصر. تمسك تفاحه هتعتبرها نعمه واحده، تقول له لا ده فيها نعم، شوف عد عناصرها بقى وشوف النعم اللي ايه اللي فيها. وبعدين هو وان تعد، ان شك في ان تعد، لان الانسان لا يقبل على عد شيء الا اذا كان مظنه حصره. انما هل حد عد الرماح الرمال؟ ما حدش عد الرمال. قال لك ان ان عدتها انما مش هتعديها. وبعدين يجي يقول ايه علشان كده؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وردت آيتين في القرآن، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ غفور رحيم. فكأن النعمة نعمة ومنعم ومنعم عليه، من ناحية النعمة لا تعد، ومن ناحية المنعم عليه ظلوم كفار ما يشكرهاش، ولكن من ناحية المنعم غفور رحيم. فأنت ما تيأسش وإن كنت ظلوم كفار إن تطلب مني نعمة، لأنني برضو غفور إيه؟ غفور رحيم. سنريهم آياتنا، اللي قال ومن آياته ومن آياته ومن آياته، مش هي دي كلها، ده في آيات حتى الزمن هيوريكم الآيات، كأن الآيات اللي قدامكم دي بعض الآيات، إنما في آيات كتير الزمن هيبينها لكم. سنريهم آياتنا في الآفاق. ما هي الآفاق؟ الآفاق هو مد نظرك إلى أن تنطبق السماء وشوف على الأرض كده، ولذلك يقول لك فلان أفقه واسع. يعني إيه؟ يعني بيشوف بعيد قوي. الآفاق مساحة يحددها انطباق السماء على الأرض بالتساوي، وتلاقيها متساوية لو قست من أنت المركز وانطباقها من هنا وانطباقها من هنا عند الحتة دي، وعند تقسي تلاقيها مركز وهي دائرة. سنريهم آياتنا في الآفاق، أي في متسع ما يرون على قدر بصائرهم وأبصارهم. لو كان واحد بصره حديق قوي يبقى الأفق بتاعه إيه؟ واسع. لو طلع شوية كده لفوق الأفق إيه؟ يتسع، لأن ما دام الأرض كرة ويطلع لفوق هيشوف أكتر. إحنا مثلا كنا نفطر في جدة وركبنا الطيارة فلقينا الشمس واضحة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.